معلش يا هند الانقطاع، بنقول تو ديت كوليجيت سوشيال انفلونسز عشان نحدد التأثيرات الاجتماعية للمرحلة الجامعية بالنسبة للطلاب اللي عندهم فيزيكال ديسابيليتيز، اللي عندهم إعاقات حركية أو جسدية، ار نوت بين ايدنتيفايد، لسه ما عرفناهمش. ريسيرش انفولفينج، البحث ده بيحاول يعرف السوشيال انتجريشن اللي هو الاندماج الاجتماعي للاشخاص اللي عندهم اعاقات into other communities suggest living with disability require additional time for dealing with activity of daily living such as dressing. حتى مش بس الاكتيفيتي العاديه، حتى في الاكتيفيتي العاديه بتاعته انه يلبس ازاي ده بياخد منه وقت، انه المواصلات بتاخد منه وقت. يبقى اذا هو مش بس داخل الجامعه، انه هو بره الجامعه عنده مشكلات قد تمثل عوائق في حياته. كوندنس استن سنه 84 بيعترف انه anything that takes time away from campus activity reduce envelope. بيقول كمان العقبات اللي بتحصل بره الجامعه زي انه جاي في مواصلات، عشان كده هم بيقولوا ايه عايزين حقهم في انهم يبقى عندهم اقامه داخليه. المواصلات، انهم بيلبسوا بياخدوا وقت طويل، لان كل الحاجات دي كلها بتقلل اندماجهم الاجتماعي. يعني الانشطه اللي بيعملوها في البيت او في المواصلات عشان يجوا لحد الجامعه اللي بتاخد منهم وقت وتجهدهم بتاثر كمان على اندماجهم الاجتماعي بتخفض انشطتهم. بيكوز انفولفمنت، ليه بقى؟ لان الاندماج از سنترال تو achieving social integration، لان الانشطه دي من خلالها بيحصل الاندماج الاجتماعي. living with disability may reduce time available. معيشة الأشخاص المعاقين بت involved in campus activity and subsequent social integration أكيد بتقلل الاندماج الاجتماعي. statement of the problem، يعني إيه لما نقول statement of the problem؟ يعني تحديد المشكلة. statement of the problem يعني تحديد المشكلة. the problem addressed يعني تم تعريف المشكلة أو تحديدها على أنها دراسة. was what undergraduate student انها بتشوف الولاد طلاب الجامعة المعاقين حركيا كيف يدركون perceive as influencing their social integration، كيف يدركون هذه الإعاقة كتأثير على الاندماج او الانخراط الاجتماعي. purpose of the study يعني ايه الغرض من البحث. يبقى هنا بنقول statement of the problem. عايزك تشوف يا هند statement of the problem سطرين، احنا عندنا بتكتبوا صفحتين، why ما نكتبش صفحتين؟ تحديد المشكله او statement of the problem ياخد 4 سطور كفايه قوي، ما ياخدش كل. خدي بالك مش بس تاخديه كدراسه سابقه، اقتدي بطريقه الكتابه بتاعتهم. ادي انت شايفه state of the problem ما فيش جنبها نقطه، يا هند دي تعليمات عامه بقى. العناوين ما فيهاش نقطتين اللي انتوا بتعملوهم لي في العربي دول، تاخدوا بالكم هاو تو رايت، ازاي تكتب زي الكتابات الاجنبيه ما بتكتب. فناخد بالنا مش بس ناخد النتائج، لا خدي بالك كمان هي كاتبه ازاي. كاتبه statement of the problem في سطرين، اقدر اكتبه في 4 سطور بالكتير. العربي بتاعنا اصله فيه رغي شويه، لكن ما يبقاش صفحتين. purpose of the study الغرض من الدراسه. the purpose of the study of this study هذه الدراسه where the following على النحو التالي. ايه بقى النحو التالي؟ one او ايه؟ understand، to understand لكي نفهم، to understand، وممكن نقول understanding تمشي برضو، فهم نحو فهم. يبقى to understand how normative pressure، كيف تكون الضغوط العادية normative العادية او المعيارية، نعرفها في من خلال نموذج واحد اسمه ويدمانز موديل اوف undergraduate socialization. النموذج اللي انا كلمتك عليه في المقدمه الاولانيه في الصفحه الاولانيه، اللي هو النموذج اللي بيعكس لي كيف تكون التنشئه بتاعه الولاد دول للستودنت اللي عندهم اعاقات واللي بتاثر على التفاعل الاجتماعي عندهم. بي ادي اول هدف عندنا، بي تو اندرستاند هاو زير اون disability، كيف تكون اعاقتهم is perceived by student. كيف يتم ادراكها من قبل الطلاب، الطلاب نفسهم اللي عندهم اعاقات كيف يدركون اعاقتهم
على انها بتؤثر في السوشيال انتجريشن. نمره 3 تو اندرستاند ذا بريسيفد ليفلز، المستويات المدركه، ازاي نفهم المستويات المدركه للرضا عند الطلاب، عند سوري عن الاندماج الاجتماعي، الستودنت اللي عندهم اعاقات كيف يدركون مستوى الرضا، او كيف تكون مستويات الرضا عند المعاقين حركيا للاندماج الاجتماعي. خلاص ريسيرش كويتشنز، اسئله الايه البحث. What do students with physical disability perceive as influencing the development of college social network؟ بنقول طلاب الجامعة اللي عندهم إعاقات حركية إزاي بيدركوا تأثير نموهم، نمو شبكة العلاقات، يعني هل تساهم الجامعة في نمو شبكة العلاقات الاجتماعية عندهم ولا لا؟ What do students with physical، هل الولاد ما يعني عايزين نعرف هل الولاد اللي عندهم اعاقات حركيه بيرسيف انفلوينسنج انفولفمنت، بيدركوا الاندماج انهم يندمجوا في اكسترا كريكولار، يعني فيما يمكن ان نسميه الانشطه اللاصفيه او الانشطه غير مش المناهج الدراسيه، انشطه اضافيه يعني بيقولوا عليها العرب الانشطه اللاصفيه، كامبس اكتيفيتي اللي بتتم في الجامعه. نمره 3 هاو دو student with physical disabilities، ازاي هي نفس التيمة، ازاي الطلاب المعاقين بيدركون architecture accessibility، architecture اللي هي المباني ومستوى السماح لانهم يقدروا يمشوا فيها ولا لا، as influencing، وكيف تؤثر على اندماجهم الاجتماعي. How do student with physical disabilities perceive non-campus normative pressure، ازاي بيدركوا الضغوط اللي هي مش نون كامبس، يعني الولاد اللي هم اللي مش قاعدين في المدينه الجامعيه كيف يدركون العقبات اللي بتعقم عن الاندماج الاجتماعي، زي انهم يلبسوا في وقت طويل، زي انهم يركبوا ترانسبورتيشن، كل ده ازاي ياخد منهم وقت وازاي ده يؤثر على اندماجهم الاجتماعي. نمبر 5 از ذا يوز اوف بيرسونال كير، هل العناية الشخصية attendant perceived to affect، هل يا ترى هم بيشوفوا انه عنايتهم بذاتهم بتاخد وقت طويل ومختلفة عن العاديين، هل دي affect the opportunity for social، هل بتؤثر على الاندماج الاجتماعي للطلاب اللي عندهم اعاقات حركية. نمبر 6 what is the expectation، ما هي التوقعات، what are the expectation، ما هي التوقعات الطلاب اللي عندهم اعاقات دول، ليه هم توقعاتهم ايه عن هم هيحققوا ايه في الاندماج الاجتماعي في الجامعه، هم متصورين ايه. نمبر 7 هاو دو ستودنت ويز فيزيكال ديزابيليتي، ازاي الولاد المعاقين حركيا دول بيدركوا الباك جراوند نورماتيف بريشر، بيدركوا الضغوط اللي بتاثر على نمو على انخراطهم الاجتماعي في المرحله الجامعيه او في الكامبس. نمبر 8 ان وات ويز، ايه هي الطرق اللي الطلبه اللي عندهم ديسابيليتيز بيدركوا فيها ابائهم زير بيرنتس از انفلوينسنج زير سوشيال انتجريشن انتو ذا يونيفرسيتي، كيف يلعب ايه الدور اللي بيلعبه الاباء فيما يتعلق بدورهم في الاندماج الاجتماعي. دو ستودنت ويز فيزيكال ديسابيليتيز بيرسيف ذمسيلفز، هل الولاد المعاقين حركيا دول يدركون انفسهم على انهم سوشيال انتجريتد انتو ذا يونيفرسيتي كوميونيتي تو ذا ديجري زي ديزاير، هل هم يعني هم راضيين عن المستوى اللي بيعملوه من الاندماج الاجتماعي ولا هم بيرغبون في مستوى اعلى او ما الى ذلك. سيجنيفيكانس اوف ذا ستدي اللي هي امبورتنس اوف ذا ستدي، اهميه البحث او الدراسه بنسميها دراسه. ذا كوليدج امباكت ابروتش تو هاير ايدكيشن، بنقول انه الكليه بتؤثر على الابروتش تو هاير، لان هناك في كوليدج قبل الجامعه، يعني الولاد في الهاي سكول بيقضوا سنتين في الكوليدج وبعدين يخشوا الجامعه، فيقولوا هل الكوليدج امباكت، هل الكوليدج بتاثر على الدخول التعليم الجامعي. البحث ريسيرش الايدكيشن ريسيرش بيركز على الانتر اكشن، على التفاعل ما بين الطلبه اند انفايرمنت اند سبسيكوينت اكاديميك، وال
العوامل الفرعية الأكاديمية والبيرسونال ديفلوبمنت جينز اللي بيحققه لما يدخل الجامعة. A person who completes college, الولاد اللي كملوا الكوليدج, is expected by society to possess بنتوقع من الطلاب اللي بيخلصوا المرحلة الكوليدج اللي هي الكلية دي اللي قبل الجامعة, خدوا بالكم, لازم يكون عندهم skills buying this learned in the classroom, لازم يبقى عندهم مهارات غير الحاجات اللي بياخدوها في الفصل. Many of these skills can be associated, ممكن يبقى في كتير من هذه المهارات ترتبط بالسوشيال انتجريشن, ممكن المهارات دي تتعلق بالسوشيال انتجريشن. Social integration has been found, لقينا انه الاندماج الاجتماعي be positively بيرتبط بشكل ايجابي, بشكل ايجابي with outcomes in persistence, بيرتبط بالبرسيستنس. ايه هي البرسيستنس؟ المثابره, المثابره, لان الاندماج الاجتماعي يرتبط جيدا بفكره المثابره. بعد كده عندي استن سنه 77 واخرون وعدد كبير جدا من العلماء بيقولوا انه عملوا شغل عن الساتسفاكشن ويز كوليدج, عملوا بيرسونال ديفلوبمنت عن النمو الفردي, عملوا السوشيال كومبيتنس. عارفه السوشيال كومبيتنس يعني ايه يا هند؟ يعني الجداره او الكفاءه الاجتماعيه. عن السنس اوف اكسبتنس, الاحساس بالتقبل, احس ان الناس متقبلاني, سنس اوف اكسبتنس. عدد برضو من العلماء درس سنس اوف وورث, قيمه الشخص, سنس اوف وورث. عشان كده في ناس يحسوا انهم بي ليتل, بي ليتل يعني قليلين, فما عندهمش احساس بالوورث, الاحساس بالقيمه. ناس تانية عملوا الادجستمنت, التوافق في الكوليدج, ويعني بحوث كتيره جدا اتعلقت بهذه النقطه. وان اريا في مجال اوف اوت اوف كلاس انفولفمنت, اوت يعني بره الفصل, عايزين نشوف مستوى الاندماج بره الفصل او في المشاركه في اليونيفرسيتي سبونسرد اكسترا كريكولا اكتيفيتي, بمعنى عايزين نشوف الولاد بغض النظر عن انشطتهم في الفصل, احنا عايزين نشوف النشاط اللا فصلي او اللا صفي يعني اللي بيمارسوه, مش مذاكره يعني, هوايات, لعب كوره, رسم, تمثيل, كل هذه المسائل. Student involved in extracurricular, لقينا ان الولاد اللي اندمجوا في انشطة لا صفية قالوا انهم عندهم great satisfaction, انهم اكثر رضا عن الكلية بتاعتهم و increased development, وانهم حاسين ان نموهم بقى افضل. عدد من العلماء على رأسهم استن among seniors, seniors اللي هم الكبار, لما نقول senior وجينيور, senior الكبار العيال الكبار وجينيور العيال الصغيرة. فامونج سينيورز البرسبشن اوف ليرنينج, التوقعات بتاعه التعلم ونمو والنمو الشخصي بتعزو الى اتريبيوتد تو, اتريبيوتد تو يعني تعزى الى او تم الاعاز بها الى السوشيال انتجريشن. لقوا ان التعلم والنمو الشخصي بيعزى الى الاندماج الاجتماعي, يعني الاشخاص اللي عندهم اندماج اجتماعي اكتر بيبقوا اكثر رضا عن ذواتهم. انكلود سوشيال كومبتنس, وكمان الكفاءه الاجتماعيه بتزيد. ريفلكتيف ثوت, التفكير الانعكاسي. الالتريزم, الايثاريه, انت اثير الاخر على نفسك. الالتريزم, الالتريزم يا هند. الاتونومي اللي هو الاستقلال. نوليدج اكويزيشن, اكتساب المعلومات. كونفيدنس, الثقه بالنفس. Practical competence, الجدارة أو الكفاءة العملية. And self-awareness, الوعي بالذات. كل ده بيزداد بالاندماج الاجتماعي أو الخرط الاجتماعي. These gains, ده بيجيب لي gains يعني بيكسبني. Impose interpersonal and cognitive competence may be attributed to peer interaction, ربما نعزو كل دوت لتأثير التفاعل ما بين الأقران بسبب الأنشطة اللاصفية أو الأنشطة الإضافية اللي احنا بنعملها خارج الكلاس روم. Developmental gains, من الأهداف اللي احنا بنحققها اللي بتطورنا اللي تم قياسها, being measured, التي تم قياسها باستخدام التشيكرينج سنة 69, ديفلوبمنت تاسك موديل, عمل نموذج للديفلوبمنت وبضوءه قسنا على الولاد. لقينا انفولفمنت ان اكسترا
كريكولا، يعني الاندماج او الانخراط في الانشطه اللاصفيه، ها لقينا انه بيسهم في نمو الانتر بيرسونال سكيلز، في المهارات الشخصيه. وعندنا ريتش جيت وهوت سنه 84 واخرين يعني لقوا ان في كمان بتاثر على الليدرشيب، على القياده، وعلى السيلف مانجمنت سكيلز، على مهارات اداره الذات، وايضا على الاندبنزا اللي هي الاستقلاليه، والماتيور لايف ستايل بلانز، على الخطط الحياه، نمط الحياه الناضج. الماتيور، ماتيور يعني ايه؟ ناضج. يبقى نقولها تاني، اند ماتيور لايف ستايل بلانز. كل ده لقوه انه بيتحسن بالاندماج في الانشطه اللاصفيه. سيميلارلي وبشكل متشابه، استن برضو سنه 96 درس الارج ناشونال سامبل، يعني عينات قوميه، يعني من بيئات قوميه مختلفه، اوفر ا بيريود في تايم تو ميجر ذا باور، عشان كان عايز يقيس قوه الانفولفمنت ان كامبس اكتيفيتي، قوه انخراط الولاد في الانشطه دي ازاي بتاثر عليهم وايه النتائج الايجابيه اللي بتبان لنا منها. لقى انه الاكسترا كريكولا الاكتيفيتي، الانشطه اللاصفيه، انهانسز، بتعزز وبتزود الكوجنيتيف اند افكتيف ديفلوبمنت، النمو العقلي المعرفي، وايضا النمو الوجداني. انفولفمنت ويز بيرز، الاندماج مع الاقران، از سترونج جيست انفلونس، لا ده بيزود الانخراط مع الاقران بقوه. سوشيال انتجريشن از نوت ستاتيك اوت كم، هنا عايز يقول انه الاندماج الاجتماعي ليس نتيجه استاتيك، مش نتيجه جامده، هي دايناميك اكتر منها استاتيك. But an emerging process، هي بتطلع العملية، عملية when we are talking about process we are talking about something dynamic، يعني أي حاجة بتتعمل فيها عملية تبقى dynamic. Integration is influenced، لأن ال integration بيزداد by pressure exerted by peers، الاندماج بيزيد بضغط الأقران انهم يجروك عشان تبقى مندمج معهم، وأيضا تأثير الأسرة، وأيضا تأثير البيئة الجامعية. As well as the intrapersonal differences in students، وأيضا الفروق البينة شخصية اللي موجودة عند الطلبة. هاريس بقى سنة 93 كتب في جامعة متروبوليتانز، كتب قال there are few areas، في مجالات قليلة، that present as many challenge، مجالات قليلة بتبقى فيها مجال للتشالنج، للتحدي، while presenting of community enhancing، لكن في حاجات في البيئة اللي حوالينا او في المجتمع اللي حوالينا، في فرص بتعزز الاكسباندنج، التوسع، اكسس اوبورتونيتي فور ستودنت وذ ديسابيلتي، لكن في ظروف بتوسع علاقه المعاقين دول بالمجتمع. This is particularly salient، كلمه salient يعني بارز، salient يعني بارز، بنقول ده شيء بارز في جامعه متروبوليتان بالذات يعني، وده بيرجع لان هاير كونسنتريشن اوف بيبل ويز ديسابيلتي، لانهم مهتمين، ده بيرجع في الجامعه دي بالذات ليه؟ لانهم يهتمون بالمعاقين ان اربن اريا، اربن اريا اللي هي مناطق الايه؟ الريف، الحضريه والريفيه. الحضريه and the increasing number of students with disability، وانه عندهم عدد كبير من المعاقين. Research in the arena of college، البحث في مرحله الجامعيه يتاثر ب have tended، مركزين على التراديشنال ايج، على السن الولاد الريزيدنتال ستودنت، الولاد اللي قاعدين جوه الجامعه اللي هم في الكامبس اللي هم في المدينه الجامعيه يعني. بين وميتزر سنة 85 برودنت، يعني وسعوا البرسبكتيف، التصور بتاع هذه العينات، وخدوا الناس اولدر اكبر شوية، وخدوا ناس بارت تايم، وخدوا ناس يعني لسه جايين جديد.
عندي مرجوة وعدد كبير من العلماء have been among researcher حاولوا يكتشفوا ال specifically بشكل خاص الطلبة الماينورتي ستودنت اللي هم الايه الاقليات الماينورتي ستودنت. احنا عند طبعا انت عارفة ماينورتي يعني ايه وماجورتي، ماجورتي يعني الاغلبية، ماينورتي يعني الاقلية. ايات ان اكسبلورد نون تراديشنال ستودنت بوبيوليشن كونسيستد اوف ستودنت ديسابيليتي، ان احنا عارفين انه لسه ما اكتشفناش انه الولاد العاديين الطلبه العاديين هل بيتقبلوا ان يبقى فيه ولاد يعني من المعاقين ولا لا. other characteristics differentiate بيقولوا في خصائص تانية بتميز الطلاب اللي عندهم اعاقات، درسها هندرسون سنة 95 وبيقول انه الولاد اللي عندهم اعاقات student with disabilities in higher education في التعليم الجامعي institution are more likely than non-disabled student to be men، يعني بيقول انهم يعني في السن اللي بيقربوا فيه ورجالة يعني يكبروا يعني to receive financial assistance and to be يعني بيبقى الولاد دول في السن اللي المفروض ايه يعني يحصل لهم استقلال مادي يعني from lower income families، لكن في ولاد منهم جايين لنا من lower من اسر فقيره يعني persons under the age of 18 الولاد اللي اقل من سن 18 include 5% و5.8% عندهم اعاقات يعني compared 18 لسنة 44 old category و13 in which 13% قالوا انه ال disabling condition بتعطلهم يعني as student population age increasing number of student with disability will expected to enter college. يعني احنا بنتوقع ان الولاد المعاقين يخشوا الجامعة يمكن يزدادوا بعد كده يعني these students socially will be have the double disadvantage. بيقولوا ان الولاد دول عندهم احنا كلمة advantage يعني مميزات disadvantage يعني عيوب، فبنقول ان عندهم عيوب مضاعفة بالنسبة للعمر يعني العمر الاعاقة يعني further African American في من الافريقيين الامريكيين اللي هم متجنسين يعني عندي 20.8% and American وIndian هنود امريكيين حوالي 26 كل دول جروبس هاف هاير انسيدنس اوف ديسابيليتي عندهم علامه من علامات الاعاقات زان كوازيت يعني ده اللي هو القوقازيين لقينا ان الاعاقات اكتر في في الامريكان الافريقيين والامريكان الهنود اكتر من القوقازيين. طيب دي كلها نسب يعني مش محتاجه كلام. فايند فاين اند اش 1988 have warned of automatically يعني عندنا اتنين بدل بالكابيتال يبقوا اسماء فاين عالم اسمه فاين وواحد اسمه اش بيقول ان هو warned يعني حذر warn اما اقول لك warn يعني تحذير حذر من الاوتوماتيكلي اتريبيوتنج ديفرنس قال اوعوا تقولوا اي فرق بين المعاق وغير المعاق تقولوا عشان هو معاق حذر من الحكايه دي بيقول the multiple effects of the لأن